برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. هيا عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل المغال والمعنويات مرتفعة وقرارات أكيدة وثابتة تخليك تحس بالقدرة والثقة باش تكون الظروف الكل ملائمة يا حمل. الثور خليك ديما مستعد على أكمل وجه اليوم، تطورات كبيرة لصالحك، ما تسامح كيما عادتك على قد ما تقدر يا ثور. الجوزاء كأنك مضيع حاجة عندك مديدة وتلوج عليها، اليوم بقدرة ربي كل شيء عندك مديدة وانت تلوج عليه نجم تلقاه يا جوزاء. السرطان النشاط الذهني والجسدي اللي عندك حاضرين وواضحين بقوة، ما عليك كان تركز مليح على اهتماماتك اليوم والمكاسب اللي عندك، وبقدرة ربي ما فما كان الخير يا سرطان. الأسد خليك ديما متطلع على القدام وديما تحلم بالحاجات الإيجابية، أسعى شوية وبقدرة ربي توصل للي تحب عليه يا سيد. العذراء ساعات في الصيف الأمور المالية تخرج شوية على المعتاد، ماذا بيك أن تنظم روحك وتقيم الحسابات اللي عندك وتبعد عن المخالفات القانونية والمالية يا عذراء. الميزان شوية إفاق ومجهود مع شريك حياتك ينجم يرجع برشة إيجابية ونتنجم تحلى لقاءات ليامات يا ميزان. العقرب قدامك فرصة كبيرة باش تحسن وضعك، تنجم تكون شراكة ولا حاجة عندها علاقة بالأمور المادية يا عقرب. القوس ما تخليش القلق يسيطر عليك، حاجة صغيرة النجمون نتفادوها بالإيجابية أكثر تخليك مرتاح وتحب الدنيا يا قوس. كما يقول الناس بكري خذوا هيد وشارك الناس في موالها، في ناحية الأنانية واختي قد ما تحب تاخو، شارك اللي يحبك في المحبة وخليك ديما محبوب يا جديم. الدلو ساعات الكلام الفارغ والانتقادات نقعوا ضحيتها، رد بالك تعطي وذنيك وخلي ثقتك في روحك عالية، وفي الأخر اللي يعمل ليلو يا دلو. الحوت الريسبونسابيليتي اللي عندك والانضباط خاصة في الخدمة، حسن السلوك اللي عندك يخليه معنويتك عالية، حاجة تعاونك برشا ليامات يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صباحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة